هذا النادي اللي حقق البطولة يعني اليوم يستحق كل اهتمام والتشجيع والمرافقة من طرف سلطات الولاية، ويعني هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن ولاية ورقلة وكل مسؤوليها يعطيه أهمية بالغة لهذا النادي. لنقول بأنه فيه لاعبات اللي مثلنا الفريق الوطني أكثر من 4 لاعبات اللي حققنا نتائج وطنية واستطاعوا بإذن الله أنهم يرفعوا الراية الوطنية في المحافل الدولية. هذا كان تتويج رقم 14 في تاريخ النادي بالكأس الجمهورية، وتحصلنا على الدوبلي البطولة وكأس الجمهورية. الحقيقة باش حققنا النتائج هذه ما جاتش بالسهل. نشكر كل من كان عنده إيد في هذا التتويج من قريب، سواء من قريب ومن بعيد، بالنسبة للطاقم الإداري، بالنسبة للطاقم الطبي، بالنسبة للطاقم كل، بالنسبة للسلطات المحلية هنا في ولاية ورقلة.